أيها السادة والسادة، أسعد الله مساءكم بكل خير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نحييكم أجمل تحية ونقدم لحضراتكم نشرة الأخبار لهذه الليلة. في هذه النشرة، حضرة صاحب الجلالة السلطان قابوس بن سعيد المعظم يستقبل كلا من سمو السيد فهد بن محمود آل سعيد نائب رئيس الوزراء للشؤون القانونية، ومعالي السيد بدر بن سعود بن حارب وزير الداخلية. أمطار غزيرة تحطل على ولاية نخل ووادي المعاول. الدكتور بطرس غالي وزير الدولة المصري للشؤون الخارجية يقول إن لقاء حضرة صاحب الجلالة السلطان قابوس بن سعيد المعظم وفخامة الرئيس المصري محمد حسني مبارك خلال احتفالات البلاد بعيدها الوطني 15 المجيد جاء تتويجا للجهود المصرية لتحقيق التقارب العربي. وتتضمن نشرتنا هذا المساء زعماء الميليشيات اللبنانية الرئيسية يوقعون في دمشق اليوم اتفاقا لوقف الحرب الأهلية في لبنان. وزارة الخارجية الإيطالية تعرب عن دهشتها من اتهامات المسؤولين الإسرائيليين لإيطاليا والنمسا بالتهاون مع ما أسموه بالإرهاب الفلسطيني، ويصفون هذه الاتهامات بأنها عارية من الصحة ولا أساس لها. الأنباء الواردة إلى أبديغان تفيد بأنه لم يتوفر بعد أي دليل على توقف القتال بين بوركينا فاسو ومالي بالرغم من اتفاقهما أمس على وقف إطلاق النار. الأنباء بالتفصيل. استقبل حضرة صاحب الجلالة السلطان قابوس بن سعيد المعظم حفظه الله بمكتب جلالته بقصر السيب العامر صاحب السمو السيد فهد بن محمود آل سعيد نائب رئيس الوزراء للشؤون القانونية، ومعالي السيد بدر بن سعود بن حارب وزير الداخلية كلا على حدة. جاءنا من وزارة الداخلية أن أمطارا غزيرة هطلت اليوم على كل من ولاية نخل ووادي المعاول، كما أن السحب الكثيفة تخيم على أنحاء المناطق الأخرى بالسلطنة، مما يبشر في سقوط أمطار الخير والبركة على البلاد. التقى معالي العقيد الركن سالم بن عبدالله الغزالي وزير التجارة والصناعة الليلة الماضية برؤساء وأعضاء الوفود الشقيقة المشاركة في المعرض الخليجي المشترك الثاني، والذي اختتم أعماله يوم أمس بأرض مركز عمان للمعارض. وقد ألقى معاليه كلمة رحب فيها بالوفود، وقال إن النجاح الذي حققه المعرض يعود إلى التعاون والتنسيق بين وفود دول المجلس الست. كما ألقت رئيسة وفد دولة الإمارات العربية المتحدة كلمة نيابة عن أعضاء الوفود الشقيقة، أعربت فيها عن الشكر لما قدمته حكومة السلطنة من تسهيلات ساهمت في النجاح الكبير الذي حققه المعرض. وأعربت في كلمتها عن ترحيب دولة الإمارات العربية المتحدة بالمعرض الثالث والذي سيقام هناك في العام القادم. وبعد ذلك قام معالي وزير التجارة والصناعة بتوزيع شهادات التقدير على أعضاء الوفود. تساقط أمطار متفرقة فوق مسندم والمنطقة الجبلية بالداخلية وساحل الباطنة ومسقط وشمال الشرقية، ويتحول الطقس إلى غائم جزئيا بالنسبة لحالة البحر. من المتوقع أن يكون البحر شديد الموج على طول ساحل مسندم وخليج عمان، وأقصى ارتفاع للموج هناك 3 أمتار ونصف المتر، ويكون الموج متوسط عند بقية المناطق الساحلية. أقصى ارتفاع البحر عندها 2.5 متر، وعلى الأخوة الصيادين مراعاة ذلك واتخاذ الحيطة والحذر. درجة الحرارة العظمى في منطقة العاصمة غدا 24 درجة والصغرى 17، والرطوبة النسبية تتراوح بين 30 و60%.
شروق الشمس غدا الساعة 6:47 والغروب بإذن الله الساعة 5:29. إليكم درجات الحرارة العظمى والصغرى التي سجلت في مناطق السلطنة التالية: في مسقط والسيب العظمى 26 والصغرى 21، خصب العظمى 23 والصغرى 19، البريمي العظمى 27 والصغرى 13، صحار العظمى 25 والصغرى 17، عبري العظمى 24 والصغرى 9، سيق العظمى 16 والصغرى 17، نزوة العظمى 26 والصغرى 21، صور العظمى 28 والصغرى 21، جزيرة مصيرة العظمى 27 والصغرى 20، هيمة العظمى 26 والصغرى 13، ثمريت العظمى 24 والصغرى 12، أخيرا صلالة العظمى 29 والصغرى 17. إليكم درجات الحرارة التي سجلت في عدد من العواصم والمدن العربية والأجنبية حتى الساعة 4 PM اليوم: أبوظبي 21، دبي 21، الرياض 15، الدوحة 19، المنامة 18، الكويت 16، دمشق 10، القاهرة 18، بومبي 27، كراتشي 25، باريس 1، لندن 6 تحت الصفر، وجنيف 4. فيما يلي أعزائنا المشاهدين، متوسط أسعار العملات والذهب والفضة كما ورد إلينا من البنك المركزي العماني حسب ما كان عليه الوضع في الأسواق المالية العالمية حتى الساعة 1 PM هذا اليوم بتوقيت السلطنة: الدولار الأمريكي 345 بيسا و4/10، الجنيه الاسترليني 499 بيسا، الفرنك السويسري 166 بيسا و1/10، والمارك الألماني 140 بيسا و1/10، الفرنك الفرنسي 45 بيسا و6/10، الجلدر الهولندي 124 بيسا و5/10، والين الياباني لكل 100 ين 171 بيسا. في سوق السبائك بلغ سعر أوقية الذهب 326 دولار و55 سنت، أي ما يعادل 112 ريال و790 بيسا، وبلغ سعر أوقية الذهب الفضة 5 و87 سنت، أي ما يعادل ريالين و0.27. ومع تمنياتنا لكم بدوام الصحة والعافية إلى حضراتكم الصيدليات المناوبة لهذه الليلة في العاصمة، تناوب كالمعتاد 3 صيدليات: صيدلية ابن رشد وتقع بمطرح الكبرى، رقم تلفون 7142 18، وصيدلية ابن سيناء التي تقع في روي، رقم تلفون 7026 82. وأخيرا في منطقة العاصمة تناوب بإذن الله في هذه الليلة صيدلية مسقط الواقعة في سوق القرم المركزي، تلفون 5619 42. أما في المنطقة الجنوبية فتناوب صيدلية الظفار الواقعة في صلالة الشرقية بجوار دائرة الأشغال، تلفون 2919 83. في منطقة الظاهرة صيدلية الحكمة في السوق التجاري في عبري، رقم تلفون 6592 89. وفي البريمي تناوب الليلة صيدلية الشامسي والتي تقع مقابل دوار شرطة البريمي، تلفون 650 452. وأخيرا المنطقة الشرقية صيدلية الجوي الواقعة خلف السوق التجاري في صور. هيا سادة وسادة، إلى هنا ونصل إلى ختام نشرتنا الإخبارية لهذه الليلة، حتى نلتقي ثانية، تحية لكم وإلى اللقاء.